سنتكلم اليوم عن نبي من أعظم الأنبياء، وهو واحد من أولي العزم من الرسل، هو نبي الله إبراهيم. اسمه إبراهيم ابن تارخ، وهو من سلالة سام بن نوح عليه السلام. عرف نبي الله إبراهيم بأنه أبو الأنبياء، وذلك لأن كل الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، كما أن اسم إبراهيم يعني الأب الرفيع. وقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام هي ثاني القصص القرآنية طولاً، فهي تأتي بعد قصة موسى عليه السلام. ولقد لقب الله نبيه إبراهيم بخليل الرحمن، والخلة بمعنى المحبة، أي أن الله اصطفاه من بين كل العباد ليكون حبيب الله. ولد نبي الله إبراهيم وسط قوم كافرين، منهم من يعبد الأصنام والحجارة، ومنهم من عبد الشمس والنجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الحكام والملوك. وكان أبو نبي الله إبراهيم صانعاً للتماثيل والأصنام التي يعبدها قومه، حيث كان ينحتها ويخرجها لهم ليعبدوها. ولذلك كانت أسرة إبراهيم تمتلك مكانة مميزة بين قومه، فأصبح نبي الله إبراهيم يفكر كثيراً ويستعجب أشد العجب. كان يفكر كيف أن أبيه يصنع الأصنام من الحجارة، ثم يقوم الناس بعبادة تلك التماثيل ويعتبرونها آلهة، رغم أنها مصنوعة من الحجارة التي لا تمتلك عقلاً وليس لها روح أو حياة. لابد أن الأمر ليس كذلك، الإله هو من يخلق الناس وليست الناس هي من تصنعه. إذن هذه الأصنام ليست آلهة، أين الله يا ترى؟ هكذا كان يفكر نبي الله إبراهيم عليه السلام في خلوته. وفي ذات ليلة كان نبي الله إبراهيم جالساً يتفكر ويتساءل من هو الله؟ وبينما هو على ذلك الحال، إذ رأى كوكباً يلمع وسط ظلمات الليل، فصاح إبراهيم: ها هو، لقد وجدت الله، هذا الكوكب اللامع. وعندما جاء الصباح لم يجد نبي الله إبراهيم الكوكب في السماء، فأدرك أنه ليس بإله، فلقد غاب وأفل، والإله لا يغيب. قال الله تعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وظل نبي الله إبراهيم بين القمر والشمس والكواكب، وكان حالهم الغياب، فقال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فاصطفاه الله بالنبوة، وأدرك أن رب الكون هو الخالق للشمس والقمر والكواكب، وهو يرى ولا يرى. فآمن نبي الله إبراهيم وأسلم وجهه لله، ولم يكن من المشركين. فذهب نبي الله إبراهيم لأبيه، فوجده يتعبد للأصنام التي صنعها. ولما انتهى قال له إبراهيم عليه السلام: يا أبتي، لما تعبد الأصنام التي لا تنفعك ولا تضرك؟ فهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا أن تملك لغيرها. وأخبره عن رحلة بحثه عن الله، وأنه موجود وخالق للخلق والوجود. فصاح أبوه غاضبا: كيف تقلل من شأن آلهتنا يا إبراهيم؟ فقال نبي الله إبراهيم لأبيه: إن الشيطان هو من يسول له عبادة الأصنام، وأنه إن استمر هو وقومه بعصيان الله سيكون مصيره النار وبئس المصير. فتوعده أبوه بالقتل والرجم إذا لم يكف عن الهجوم على الأصنام والتقليل منها والتشكيك بها، وطرده من البيت. وعندما وجد نبي الله إبراهيم أنه لا فائدة من أبيه وأنه لن يستجيب له، قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. انتقل نبي الله إبراهيم إلى مرحلة جديدة، فبدأ في دعوة قومه وجادلهم بالحجة، إلا أن القوم الكافرين أصروا على كيدهم وعنادهم. وفي أحد الأيام عندما خرج قوم سيدنا إبراهيم من قريتهم للاحتفال بأحد أعيادهم الوثنية، قام نبي الله إبراهيم عليه السلام بتكسير الأصنام كلها، وترك كبيرهم ووضع الفأس على كتفه. ولما عاد قوم إبراهيم ووجدوا أصنامهم قد تحطمت، غضبوا أشد الغضب، وأخذوا يتساءلون: من الذي تجرأ على آلهتنا؟ وتذكروا ما كان إبراهيم يدعوهم إليه، فاستدعوه وسألوه: هل أنت من فعلت هذا بأصنامنا يا إبراهيم؟ فقال نبي الله إبراهيم: بل فعله كبيرهم، اسألوه إن كان قادرا على الكلام. فرد عليه قومه: كيف نسأله وهو تمثال لا ينطق ولا يتكلم؟ فقال لهم نبي الله إبراهيم: إذن كيف تعبدون هذه الأصنام؟ أفلا تعقلون؟ فعاد قوم إبراهيم لرشدهم للحظات، وأدركوا ضلالهم، ولكن سرعان ما عاد إليهم كبريائهم وقرروا أن يحرقوا إبراهيم.
فأمر حاكم المدينة بإلقاء القبض على إبراهيم وحرقه جزاء لما فعله بآلهتهم. بدأ الاستعداد لحرق نبي الله إبراهيم عليه السلام، فتجمع الناس من كل مكان لمشاهدة عقاب من تطاول على الآلهة. وبدأ قوم إبراهيم بحفر حفرة واسعة جدا، ثم أخذوا يملؤونها بالأخشاب والوقود حتى تكون النار هائلة، حتى وصل الأمر أنهم لم يستطيعوا الاقتراب منها لإلقاء نبي الله إبراهيم، فأحضروا منجنيق ووضعوا فيه نبي الله إبراهيم استعدادا لإلقائه في الحفرة. ولما رمى به قومه بالمنجنيق إلى النار استقبله جبريل عليه السلام، فقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قال جبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. وظل الناس ينظرون ساخرين من نبي الله إبراهيم الذي حذرهم من النار وها هو يدخلها، ولكن قدرة الله فوق كل شيء، فلقد غير الله من خواص النار وقال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأصبحت النار لطيفة على نبي الله إبراهيم من الداخل، وتبدو مشتعلة وذات ألسنة لهب مخيفة من الخارج. وانتظر القوم حتى تنطفئ النار، وقد ظنوا أنها لن تنطفئ بسبب طول المدة، فلما انطفأت النار وجدوا نبي الله إبراهيم لم يمسه سوء، فخافوا منه وظنوا أنه شيطان لا تصيبه النار بضرر ولا تحرقه، ففروا بعيدا، ولكن الله أهلكهم وألحق بهم العذاب. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. فانتصر الله لنبيه وخليله ومصطفاه إبراهيم عليه السلام. قرر نبي الله إبراهيم الخروج من بلده والهجرة إلى بلد آخر، وكان قد تزوج من السيدة سارة، فأخذها معه وسافر إلى فلسطين، ومعه لوط الذي آمن معه من قومه. وفي طريقهم مروا على مصر، وكان هناك حاكم لمصر، وفي ذلك الوقت كان يسمى الحاكم بالفرعون. كان لا يترك امرأة جميلة إلا أخذها وجعلها من نسائه. وعندما سمع ذلك الملك بجمال السيدة سارة والتي كانت شديدة الجمال، أمر حراسه أن يأتوا بها. فلما ذهبوا إلى نبي الله إبراهيم قال عن السيدة سارة بأنها أخته، وذلك لأنه إذا علم ذلك الحاكم الظالم أنه زوجها سيقتله. وعندما علمت السيدة سارة بنية هذا الحاكم الظالم دعت الله أن يحميها وألا يسلطه عليها. وعندما حاول هذا الفرعون الكافر لمسها أصيب بالشلل وأخذ يصيح، فخافت أن يقتلها خدامه وأعوانه، فدعت الله أن يتركه. ولما رفع عن ذلك الملك البلاء حاول مرة أخرى الهجوم عليها، فأصابه الشلل مرة ثانية، فطلب من السيدة سارة أن تدعو مرة أخرى ليرفع عنه الشلل، فدعت الله ليرفع عنه العقاب. ولثالث مرة عندما تحرك من شلله هجم عليها مرة ثالثة، فأنجاها الله منه بأن شل جميع أطرافه. فطلب منها الملك أن تدعو لتفك قيوده، ووعدها أنها ستكون آخر مرة يتعدى عليها، فدعت الله فاستجاب لها، وحينها تركها الملك وقال لأتباعه: لقد أتيتموني بشيطانة وليست بإنسانة، خذوها بعيدا عني. وأعطى لها جارية واسمها هاجر. كانت السيدة سارة عقيما لا تنجب، وكان نبي الله إبراهيم قد كبر سنه وابيض شعره وقضى العمر الطويل في الدعوة لله عز وجل. ففكرت السيدة سارة أن تزوج جاريتها هاجر من زوجها إبراهيم لتنجب لهما ابنا. ولما عرضت سارة على نبي الله إبراهيم هذا الأمر قال لها إن الغيرة ستصيبها عندما يتزوج من هاجر، وخاصة إذا أنجبت ولدا، ولكن أصرت السيدة سارة عليه وأخبرته أنها ستصر لذلك ولن تصيبها الغيرة. وبالفعل تزوج نبي الله إبراهيم من السيدة هاجر. وذات ليلة وأثناء جلوسه في خيمته مع السيدة سارة، فإذا بثلاثة رجال غرباء قادمين من بعيد، فلما وصلوا له ألقوا عليه السلام، فرد عليهم نبي الله إبراهيم السلام وأمر بذبح عجل لهم للترحيب بهم. وحينما قدم لهم الطعام لم يأكلوا منه شيئا، فخاف نبي الله إبراهيم منهم وظن أنهم لصوص جاءوا لسرقة بيته، فسألهم عن حقيقتهم ولماذا جاءوا إليه، فأخبروه أنهم ملائكة من السماء وقد أمرهم الله أن يبشروه بغلام.
فتعجب إبراهيم عليه السلام منهم وظن أنهم سخرون منه، وقال لهم كيف ذلك وقد أصبحت شيخا كبيرا في السن؟ فأجابوه أنها إرادة الله عز وجل. فلما سمعت السيدة سارة هذا الكلام ضحكت وتعجبت، فتوجهوا إليها بالكلام إنها ستلد هي الأخرى غلما اسمه إسحاق، فصدمت وقالت يا ويلتي أألد وأنا عاقر وزوجي رجل كبير؟ فقال لها الملائكة مؤكدين أن الله سيرزقهم بغلام وسيكون نبيا ذات يوم. فسألهم نبي الله إبراهيم عن وجهتهم، فأخبروه بأنهم ذاهبون إلى نبي الله لوط، وكان لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان قد بلغ الكفر والفجور بقومه ما بلغ. فقالت الملائكة لنبي الله إبراهيم إنهم ذاهبين لهلاك أولئك الكافرين، وسوف يكون ذلك في الصباح. وفي ذلك الوقت كانت السيدة هاجر زوجة إبراهيم الثانية حاملا، ووضعت طفلا فسماه نبي الله إبراهيم إسماعيل، فحمله نبي الله إبراهيم بين يديه وأخذه ليريه للسيدة سارة. فلما رأته شعرت بالغيرة الشديدة وطلبت منه أن يرحل هو وزوجته بعيدا، فهي لم تتحمل أن ترى هاجر أما لابنه. أخذ نبي الله إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل وصار بهم في الصحراء حتى وصل إلى واد في الجزيرة العربية ليس به ماء أو زرع، صحراء جرداء. بدأ نبي الله إبراهيم بإنشاء الخيمة لزوجته وترك لهم قربة ماء. فسألته هاجر عليها السلام هل ستتركنا هنا وترحل؟ فلم يجبها نبي الله إبراهيم، فقالت أأمرك الله بهذا؟ فقال لها نعم، فقالت إذن لن يضيعنا. فتركهم نبي الله إبراهيم ودعا الله قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عاد نبي الله إبراهيم إلى زوجته سارة، وبالفعل رزقت السيدة سارة بولد وأسماه إبراهيم عليه السلام إسحاق. مكثت هاجر عليها السلام مع ابنها إسماعيل في الصحراء عدة أيام، وكان الجو شديد الحرارة وقد نفد الماء وجف الحليب في صدرها، وأصبح إسماعيل الرضيع جائعا عطشانا. فأخذت هاجر تفكر فيما سوف تفعله، فقررت الخروج في الصحراء لتبحث عن ماء لتشرب وتروي صغيرها. فأخذت تطوف في الصحراء حتى وصلت إلى الصفا والمروة، وهما جبلان كبيران بينهما واد. فبدأت السيدة سارة بالصعود إلى جبل الصفا وأخذت تبحث عن الماء فلم تجد، فنزلت إلى الوادي وصعدت إلى المروة وهي تبحث في كل مكان على الجبل، وظلت على هذا الحال صعودا ونزولا بين الصفا والمروة حتى 7 مرات، وهذا ما نفعله الآن في الحج اقتداء بها رضي الله عنها. وعندما نال منها التعب نزلت وذهبت إلى خيمتها لتطمئن على صغيرها، وكانت خائفة أن تجده ميتا، فوجدته يضرب الأرض برجليه من العطش، وبينما هو يفعل ذلك إذ خرج الماء من تحت رجليه، ففرحت فرحا شديدا وشربت وسقت ابنها الصغير، وصدق ظنها في الله فالله لم يضيعها. وانتشرت الأخبار في الأماكن المجاورة للسيدة هاجر أن هناك بئرا في الصحراء، فجاء الناس من جميع الجهات وساد العمران في المكان، وسمي هذا البئر بماء زمزم والذي كان شافيا للأمراض. وحين جاء نبي الله إبراهيم ليطمئن على هاجر وابنه إسماعيل لم يتعرف على المكان، حيث وجد أناسا كثيرة وعمران، ولكن عندما وجدها ووجد ابنه إسماعيل ضمها وبكى فرحا لاستجابة دعوته. وأصبح نبي الله إبراهيم يأتي كل عام ليطمئن على هاجر وإسماعيل، وبدأ إسماعيل يكبر شيئا فشيئا حتى أصبح يافعا مؤمنا موحدا بالله، فقد علمه نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يعبد الله وحده لا شريك له. حتى جاءت تلك الليلة التي حلم فيها نبي الله إبراهيم بهاتف في المنام يقول له إن الله يأمرك أن تذبح ابنك إسماعيل. فاستيقظ إبراهيم وقال يا رب إن كنت تأمرني أن أذبح ابني فسوف أطيعك، وعاد للنوم. وعندما نام سمع في منامه المنادي للمرة الثانية يقول له إن الله يأمرك بذبح ابنك إسماعيل. فاستيقظ نبي الله إبراهيم وصلى ودعا أن يرشده الله للحق، ثم عاد للنوم فسمع نفس النداء في المنام والذي يقول له اذبح ابنك إسماعيل.
فعلم أنها رؤيا من الله، ويا له من ابتلاء واختبار عظيم. ولكن نبي الله إبراهيم لم يتردد لحظة واحدة في تنفير أمر الله. ذهب نبي الله إبراهيم لابنه إسماعيل وقال له: إني رأيت رؤيا يأمرني فيها الله أن أذبحك. فأجابه أن يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بدأ نبي الله إبراهيم بتجهيز ابنه للذبح، فقام بربط يديه خلف ظهره وجعل عينيه تنظر للأرض حتى لا يرى عين ابنه وهو يذبحه، فيرق قلبه ولا يستطيع إكمال ما أمره الله به. وحينما وضع السكين على رقبة إسماعيل لذبحه، جاءه هاتف من عند الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نظر نبي الله إبراهيم وإذا بملك من السماء يحمل كبشا كبيرا، وأمره الملك أن يذبح الكبش بدلا من ذبح إسماعيل، فقد فضى الله إسماعيل بذلك الكبش، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام قد نفذ أوامر الله ولم يعصه. فرح نبي الله إبراهيم وفك القيود عن ابنه وذبح الكبش، وأصبح هذا اليوم هو عيدا للمسلمين. وكانت تضحية عيد الأضحى بالكباش اقتداء بما فعله إبراهيم عليه السلام، وشكرا لله لنجاة إسماعيل من الذبح. وبعد فترة ليست بطويلة أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة، وذلك بمساعدة ابنه إسماعيل. فلم يتكاسل نبي الله إبراهيم فأخبر ابنه إسماعيل وبدأ في الاستعداد لبناء الكعبة، وقد بين الله لهم مكانها الذي اندثر منذ وقت طويل. وكان إسماعيل يجمع الحجارة ويأتي بها لأبيه الذي كان يرفع البناء، فلما ارتفع البناء وضع نبي الله إبراهيم حجرا ووقف عليه، وقد عرف هذا المكان بمقام إبراهيم. وقد كان عليهما السلام يبنيان الكعبة ويقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وقد طهر البيت مما لا يليق به من النجاسات ليكون مكانا مناسبا للصلاة والعبادة، ودعي الله أن يجعل من ذريتهما ذرية مسلمة مؤمنة موحدة لا تشرك بالله شيئا، فاستجاب الله لهما وجعل ذرية العرب من نسل إسماعيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة موحدة مسلمة. وقد عاش نبي الله إسماعيل في شبه الجزيرة العربية ما شاء الله له أن يعيش، وتزوج إسماعيل. وذات يوم زاره إبراهيم ولم يجده ووجد زوجته، فسألها عن عيشهم وحالهم، فشكت إليه ضيق العيش، فقال إبراهيم: إذا جاء زوجك فمريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل ووصفت له الرجل، قال لها: هذا أبي، وهو يأمرني بفرقك، فالحقي بأهلك. تزوج نبي الله إسماعيل بامرأة ثانية، فزاره إبراهيم عليه السلام يسأل عن حاله، فحدثته الزوجة الثانية عن أنهم في نعمة وفضل، وأثنت على حالهم، فطاب صدر نبي الله إبراهيم بهذه الزوجة، فقال لها: أقرئي زوجك مني السلام، وقولي له: ثبت عتبة بابك. وقد توفيت السيدة سارة عن عمر 127 سنة، وقيل أنها كانت بقرية الجبابرة بأرض كنعان، وقد توفيت هاجر عليها السلام قبل سارة عليها السلام. أما نبي الله إبراهيم فقد توفي بعد بلوغه من العمر 175 سنة، وقيل 200 عام، وقد دفناه ولداه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وقد دفن خليل الرحمن عند قبر زوجته سارة. وأما عن قصة وفاة نبي الله إبراهيم عليه السلام فقيل أنه لما أراد الله أن يقبض روح إبراهيم عليه السلام أرسل له ملك الموت في صورة شيخ هرم، فرآه إبراهيم عليه السلام وهو يطعم الناس، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها في فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم يدخلها في فاه. وكان إبراهيم عليه السلام قد سأل الله ألا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت، فقال إبراهيم للشيخ: ما لك تصنع هذا؟ فقال الشيخ: يا إبراهيم الكبر. فقال له: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر نبي الله إبراهيم سنتين، فقال إبراهيم: إنما بيني وبين أن أصير هكذا سنتان. قال له الشيخ: نعم. فقال نبي الله إبراهيم: اللهم اقبضني إليك. فقام ملك الموت وقبض روحه وهو ابن 200 سنة. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنزل الله على إبراهيم 10 صحائف. قال: قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: أمثال كلها.
وقد ذكرنا ما هي صحف إبراهيم في مقطع سابق، ستجدونه في شاشة النهايات وفي صندوق الوصف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، إذا وصلت معنا إلى نهاية المقطع فلا تنسى الإعجاب بالفيديو دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات. دمتم في أمان.